السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو دوت هتكلم معاكم عن موقع لطيف جدا جدا تقدروا تستخدموه لو انتوا بتدرسوا اونلاين وعايزين ورك شيتس تقدروا تستخدموها مع الاولاد علشان خاطر يلعبوا ويحلوا تمارين بشكل لطيف وسهل، او لو انتوا حتى عايزين تطبعوا الورك شيتس دي وتستخدموها مع الاولاد بتوعكم في الكلاس. الموقع ده اسمه Live Worksheets، دوت الاسم بتاعه Live Worksheets. تقدروا تدخلوا عليه. هكلمكم ببساطة كده شوية عن المميزات بتاعته وهقولكم تقدروا تستخدموه ازاي بأسهل شكل ممكن. الموقع دوت بيقدر يحول ال Worksheets اللي هي ال Offline أو اللي هي ال Hard Copy، الورق المطبوعة، ان انتوا لما ترفعوها على الموقع بيقدر يحولها لانتراكتيف ورك شيت، او ان هي تبقى زي تفاعليه او نشاط تفاعلي. الاولاد تقدر يعني تحل الاسئله اللي مكتوبه فيه اونلاين وتتصحح تلقائي. ده طبعا لو انتوا عايزين تاخدوا اللي هي شويه الهارد واي وانتوا اللي تعملوا الانتراكتيف ورك شيت بتاعتكم، تقدروا تلاقوا من هنا كده توتوريال او فيديو من الموقع بيتكلم ازاي تعملوا الانتراكتيف ورك شيت. وبرده لو عندكم ورك بوك او كتاب فيه تمارين وعايزين ان انتوا تحولوه لانتراكتيف يعني ورك بوك والاولاد تحلوا معاكم اونلاين، فساعتها برده تقدروا تشوفوا التوتوريال من هنا. اللي انا هقول لكم عليه هو الاستخدام بقى الاسهل اللي شويه ممكن ايه، يعني انا عن نفسي بحب اعمل كده علشان خاطر بيسهل عليا وبيوفر عليا وقت كتير في التحضير. فلما مثلا هكون بدرس درس معين كده عن الكالرز، فانا هروح اكتب colors هنا. انا عايزه اكسرسايز كده سريعه اقدر اعمله مع الاولاد، فالاكسرسايزز اللي بتطلع لي في تيتشرز تانيين ربنا يبارك لهم عملوا ورك شيتس جميله قوي، فهتلاقوا في حاجات كتير بقى بتظهر قصادكم. حاولوا دايما تختاروا الحاجه اللي تبقى colorful او الكواليتي بتاعتها عاليه على قد ما نقدر، زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات كده ان احنا بنختار اي فيجوالز مع الطلاب بتوعنا يكون الكواليتي بتاعتها عاليه، سواء احنا بنستخدم باوربوينت، صور، interactive worksheets، عشان دي بتشد عينيهم. يعني especially ال new generations متعودين على ال visuals القوية جدا. فهتلاقوا بقى worksheets كتير، ممكن يبقى حاجات فيها توصيل، حاجات فيها استماع، ترتيب، صح وغلط، وكل الحاجات دي هو ال students لما تبعتوا لهم اللينك بتاع ال activity يقدروا ان هم يحلوه معاكم، سواء انتوا بتدرسوا اونلاين او انتوا قاعدين جوه الكلاس فبتفتحوا الورك شيت دي معاهم وهم بيحلوها معاكم جوه الكلاس، او حتى ممكن تديهم الهوم ورك منه. فبالتالي يبقى لو عندكم طلبه مش بتحب بقى الهوم ورك الكتير وكده، فممكن تبقوا بتديهم اللينكس دي كده كاكسرسايز تتاكدوا ان هم فهموا الدروس بشكل كويس، وفي نفس الوقت بتبقى ممتعه ولطيفه مش هتضايقهم في حاجه يعني، وهم قاعدين بيحلوا حاجة بسيطة جدا. فتعالوا مثلا نفتح مع بعض واحدة من الورك شيتس. يعني مثلا أنا بالنسبة لي دي شكلها كده اتراكتف شوية، فهفتحها. هتلاقوا حتى التيتشر اللي حطيتها بتحط كل البيانات مثلا اللي ممكن تساعدكم، زي ان دي المادة انجلش وباللغة الانجليزية لانجويج، وايه الجريد والايدج اللي ممكن تكون ملائمة ليه، وايه الكونتنت واللي هو المحتوى او الورك شيت دي بتتناول ايه. وهتلاقوا هنا برضو الكوبي، تقدروا تعملوا كوبي فيبقى معاكم اللينك بتاع الورك شيت دي، فتقدروا تبعتوها للولاد على الطريقه اللي انتوا بتتواصلوا فيها مع بعض، سواء بقى عن طريق جوجل كلاس روم هتحط لهم اللينك عليها، او ان انتوا هتبعتها لهم على الواتساب، على الفيسبوك، ايا كانت الطريقه اللي بتتواصلوا معاهم بيها. فدي كده مثلا الورك شيت، فهي طريقة الحل بتاعتها هو مكتوب drag and drop، وفي الاخر في مثلا finish. لطيف في الورك شيتس دي ان هي فيها اوبشن التصحيح التلقائي، ودي يعني ميزه ربنا يديمها علينا نعمه، لان احنا يعني بيطلع علينا في التصحيح كمدرسين. فبالتالي الستودنت مثلا هياخد الحاجه دي يعمل drag and drop هنا مثلا، ده red، فين الوايت؟ انا مش عارفه فين الوايت، هو تقريبا تحت شويه اهو، اعتقد ان هو ده الوايت يعني، انا مش قد كده في الالوان. وده الجرين، بلاك، وتعالوا مثلا نعمل شويه ميستيكس مثلا ان ده الجراي عشان نشوف هو هيصحح ازاي، وده البيربل، وطبعا انا وانس ان انا عملت ميستيك واحده فكله خلاص هيتعك معايا. يلو فين اهي، هنحطها هنا.
طبعا لو الولاد شوية لسه مش بيعرفوا يعني يستخدموا الكمبيوتر قوي او كده، فانتوا ممكن تخلوا بقى المامي بتاعتهم تساعدهم وهي تبعت لكم سكرين شوت منها، او ان هم يبقوا معاكم اونلاين زي ما اتكلمنا في شرح برنامج زوم هتلاقوه عندنا على القناة، ان انتوا ممكن يبقى الطالب بيحل معاكم اونلاين، سواء انتوا هتدوله بيرميشن ان هو يعمل انوتيشن او ان هو يبقى بيكنترول السكرين بتاعتكم او ان هو يفتح السكرين من عنده ويعمل شير معاكم، دي برضو اوبشن في زوم، وبالتالي تشوفوه هو بيتحرك بالحاجة، او على اقل تقدير ان انتوا هتعملوا شير سكرين معاه وهو هيقول لكم هنحط ايه فين، او يبقى بيوصل من الانوتيشن. تقدروا تشوفوا شرح الجزء دوت في برنامج زوم على القناة، وبعد كده الستودنت بيعمل فينيش، فبيجي تو اوبشنز هنا، ايميل ماي انسرز تو ماي تيتشر او تشيك ماي انسرز، لو هو مثلا عايز يشوف الانسر على طول او هيبعت لكم سكرين شوت فهو بيقول لي او انت جايبه 5 من 10 عشان انا ما بعرفش في الالوان، فهو كده الدرجات اوريدي محطوطه على الورك شيت دي وبتتصحح تلقائي. دي كده مثلا one of the options. تعالوا نشوف مثلا لو انا عندي درس تاني مثلا عن موضوع الهدوم المختلفة، فمثلا في كذا حاجة اهو ممكن اختار دي شكلها في علامة الاوديو او دي برضو فيها علامة اوديو فممكن يبقى فيها استماع، فانا هشوفها كده هلاقي برضو نفس كل حاجة وايه الدرس والحاجات المكتوبة. تعالوا نسمع كده. I'm wearing a blue t-shirt and blue trousers. I'm wearing a blue t-shirt. يبقى هو الولد ده فهو كده هيسمع ويختار الشخص. وهنا I'm wearing a pink dress. يبقى البنوتة دي. I'm wearing an orange t-shirt and a red skirt. العسلية دي اهي. وهكذا فهما هيبقوا بيحلوا، يعني خليني احل اي حاجة كده ايه randomly وانا وحظي يعني. وبعد كده نعمل finish تاني نفس الاوبشن check my answers، فهو حتى بيديهم بصوا العلامة الخضراء دي معناها ان الاوبشن ده كان صح، والعلامة اللي لونها احمر او ال red shade اللي محطوط عليه على الولد ده كده معناه ان هي غلط، وبعد كده بيديني السكور. فطبعا دي حاجة انا ممكن اعملها جوه الكلاس، او ان الولاد مثلا يعني انا ممكن اعملها جوه الكلاس وبرضو ابعت لهم ورك شيتس تانية عن نفس الموضوع ان هم يحلوها، يبقى انا ممكن احل معاهم واحدة جوه الكلاس وواحدة ابعتها لهم. تعالوا نتخيل مثلا ان انا عايزة reading معينة، فهل يعني اكتب اسم الموضوع زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، فممكن اكتب مثلا say bedroom reading، فالدرس مثلا بيتكلم عن الفرنتشر او محتويات الغرفة بتاعتي، فهلاقي هنا هو مثلا reading وافتحها، دي كده reading comprehension، وبيحل الreading من هنا كده بيختار الإجابة الصحيحة وعلى حسب الحاجة اللي هو قرأها. طبعا هم بيبقوا مدرسين تانيين هم اللي عملوا الحاجات دي، رفعوا الورك شيت بتاعتهم وحولوها، فاحنا يعني بنأدجست بقى على حسب الدرس اللي عندنا. ممكن لو انا عايزة حاجة ليها علاقة بالجرامر فانا ممكن اكتب مثلا present sample، بيطلع لي برضو حاجات مختلفة اهي كتير، ممكن اختار حاجة كده يعني تكون شكلها مناسب للستودنتس بتوعي وللمستوى بتاعهم. كالعادة احنا we check everything before we send them to the students، نحاول نشوف الحاجة كده شكلها كويس مظبوطة على قد الليفل بتاعهم، لان ممكن يبقى مثلا حد بياخد present sample وهو beginner وحد بياخد present sample وهو في مستوى اعلى، يعني الكتب بتاعت ال pre-intermediate وال intermediate ممكن تلاقوا فيها revision على ال present sample عادي وعلى ال tenses، فبالتالي نبقى مش بعتين حاجة too sample قوي او too difficult. فهنا مثلا I am at home، هو كده في list بيعملها، دي كده sample لحاجة تانية. كان عندي درس قبل كده عن ال city life versus country life، فأنا كتبت عليها على الموقع city life country life فطلع لي كذا حاجة، فبالتالي لقيت مثلا worksheet اهي كانت بتتكلم عن مميزات وعيوب المدينة، فهي تعتبر زي reading صغيرة، فهو بيروح مثلا بيتايب هنا مثلا fresh air، يمكن دي هتحتاج شوية ان ده يكون الستودنت ما يكونش عمره صغير قوي علشان خاطر دي ممكن يبقى فيها كتابة، وفي نفس الوقت برضو ايه مستواه مش بيجنر قوي لان فيه شوية كلمات صعبة. وهنا عملوها
باختيارات ان هو يختار الحاجة اللي هو الإجابة الصح من هنا، وفي الآخر برضو بيعمل finish. فده كان سامبل تاني. عندي درس عن الادجكتيفز مثلا، فكتبت adjectives وطلع لي برضو حاجات مختلفة. فهتلاقوا مثلا في worksheets اللي هي بقى الحاجات ضد بعض والكلمات، فهنا drag and drop، فهو مثلا هنا thin، هنا heavy. يعني في بقى صور شكلها ظريف جدا يعني، وعسولة خالص، اللي هو weak، rich، young، small. فان انا الستودنت محتاج ان هو يبقى قادر يميز الصورة، وفي نفس الوقت يبقى عارف ايه الكلمات اللي بتيجي عكس بعض ويقوم حاططهم مع بعض قصاد الصور. فدي كده one of the options. دي worksheet تانية برضو sample verb to be. فبالتالي احنا هنا بيحتاج الطالب ان هو يكتب بنفسه am ولا is ولا are. فبنراعي هنا بقى ان لو الطالب ده لسه صغير قوي في السن فمش هيعرف يكتب او يتايب حاجة زي كده، ففي الحالة دي احنا يعني دي مش هتكون انسب worksheet بالنسبة له، فهنحتاج نختار حاجة اسهل شوية بالنسبة له، محتاجش يعمل فيها كده. يعني هتلاقوا حتى في worksheets هي مجرد توصيل مش اكتر. هنا مثلا worksheet تانية what are they doing، ده ال present continuous، فهيعمل read and match. ده reading صغنونة خالص يعني، يا دوب الجمل. هنا مثلا he is swimming، فهنحط لها letter C، فهو كده مش بيكتب حاجة اكتر من letter، فدي كده option اسهل شوية. ده كده نوع تاني من ال worksheets. دي التوصيل بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها، ان هو مثلا هنا هيسمع T-shirt، فبالتالي هو هيوصل كده. وبعد كده نسمع دوت trousers. فين trousers دي؟ راحت فين؟ اهي هي تحت شوية، فهتاخد لها يعني حبة حلوين عشان اعرف اجيبها. اهي انا كده. وبعد كده socks، هيبتدي يسمعهم بقى واحدة واحدة كده ويعمل matching، وفي الاخر بيعمل finish و check my answers. فبصوا بعد ما عمل finish جايب 2 من 10، انا اللي جايب 2 من 10 يعني. فهو دلوقتي بصوا في recognition من الويب سايت نفسه، ان هو عارف ان يصحح الحاجة بشكل مظبوط. فالحاجة اللي لونها اخضر دي او المربع الاخضر ده معناه ان هي اتعملت صح، واللي لونها او المربع الاحمر دي كده معناه ان هي غلط. وهو قدر يميز ان انا ما حليتهاش او ان الاجابه غلط، فيقدر يصححها بشكل اوتوماتيك ويدي درجه على طول. فبالتالي انتوا كده تقدروا تستخدموا الموقع ده بشكل سهل جدا. لو انتوا عايزين بقى عندكم حاجات معينه او منهج معين انتوا ماشيين عليه وعايزين ان انتوا تستخدموه وتحولوه لانتراكتيف worksheets، فتقدروا ساعتها تشوفوا التوتوريال اللي موجوده هنا make interactive worksheets، او التوتوريالز بتاعت make interactive workbook. هو بيدي يعني فيرجن كبيره قوي فور فري، تقدروا تستخدموها وتعرفوا التعليمات بتاعتها كلها من الويب سايت. في الفيديو ده اتكلمنا عن موقع live worksheets، وعشان خاطر نخلي الاكسرسايزز اللي بنعملها مع طلاب تبقى تفاعليه اكتر، سواء احنا بندرس اونلاين او اوفلاين، هنستخدمها جوه الكلاس مع طلاب او هيعملوا منها الهوم ورك ويبعتوا لنا سكرين شوت منها مثلا، او ان احنا نشوف السكور بتاعهم وهم حلوا صح ولا غلط. وان الموقع ده من مميزاته ان هو اللي بيصحح الحاجه، فبالتالي انا مش محتاجه ابقى مع الطالب واصحح الحاجه واقول له هي صح ولا غلط. تقدروا تلاقوا حاجات كتير حتى يعني مش بس في الانجليش، فتقدروا تلاقوا ورك شيتس مختلفه. اكتبوا بس في زي ما قلنا في السيرش هنا اسم الموضوع بتاعكم، سواء هو جرامر، ريدنج، وهتلاقوا ان شاء الله حاجات كتير قوي مميزه. في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الوسائل التعليميه المختلفه اللي ممكن نستخدمها، خصوصا لو احنا بندرس اونلاين او برضو اوفلاين. وهنلاقي يعني في مواقع لطيفه قوي فيها كرتونات وفيديوهات والعاب اونلاين نقدر نستخدمها مع الستودنتس. اتمنى ان انتوا تقدروا تستخدموا الموقع ده قريب، وتبعتوا لي وتقولوا لي ان انتوا استخدموه والدنيا مشيت معاكم ازاي. كان معاكم قبل بسمه، شكرا ليكم، يلا اقعدوا بالعافيه.